السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة أحمد الداوودي. اليوم جبنا لكم صيغة من بعض الأسئلة المهمة جدا من كتاب صف الخامس الابتدائي المنهج الجديد 2019-2020، وممكن أنه تعتمد عليها بشكل 80%، لأن هذه الأسئلة جدا مهمة، وأكثر الأساتذة حاليا هم يعتمدون عليها ببداية الفصل الأول نفسهم. فطبعا هذا الأسئلة هي مال الفصل الأول والثاني لحد العاشر، يعني الكتاب كله من أول فصل لآخره، إن شاء الله يكون يفيدكم وتقدر تستفادون من عنده. لكن هذين فقط الأسئلة، ممكن أنه تتابعون الفيديوهات اللي أنا دا أشرحها على اليوتيوب بطريقة الحلول لهذين الأسئلة. تحياتي لكم، أحمد الداودي، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا لكم لمتابعة الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ثم الإعجاب بالفيديو.